السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة. اليوم غنقدم لكم بصرة أو حساء الفول، كينفع في هذا الفصل الشتاء، بسيط وسهل التحضير وكيجي لذيذ. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، كنحتاجو 500 غرام ديال الفول، ما يعادل نص كيلو، الملح، 6 الفص تاع الثوم، بابريكا تحميره، كمون كون بلدي وزين، زيت الزيتون. من الضروري هاد البصله كتحتاج زيت الزيتون. بسم الله، نبداو على بركه الله. كنصبو الفول بعد ما غسلناه ونقيناه، قليل من الملح، الثوم على هذا الشكل بعد ما حقيناه هو، الماء تقريبا ما يعادل نص لتر ديال الماء. كنجعلوه على النار، نار متوسطه، واحد مده تقريبا 10 دقائق، وكنحلو عليها، ولا باقي خصها الماء كنزيدوها الماء. بسم الله، بعد ما مرات 10 دقائق، الان غادي نحاولوا نصبوا عليها الماء فاش طيب مزيان. نعمروا عليها الفرن مزيان فاش طيب. بعد ما عمرنا عليها الماء حتى طيب، الان غادي نتركوها على النار حتى تطيب. بعد ما طابت البصله ديالنا صبحت على هذا الشكل، الان غادي نحاولوا نطحنوها في الميكسور. بعد ما طحناها صبحت على هذا الشكل كي كتشوفوا، الان غادي نرجعوها الكوكوط وردوها على النار بعد دقائق. بعد ما تركناها فوق النار بعد دقائق، الان نحاولوا نصبوا واحد المعلقه ديال زيت الزيتون ونحركوها ونقدموها. الشكل النهائي ديال البصله ديالنا جات على هذا الشكل. الان حاولوا نزينوها، كنعملوا فيها شي زيت الزيتون. ها هي زيت الزيتون، كنصبو مزيان، كنديروا القليل من بابريكا. ها كيجي الشكل ديالها هائل وبنين، قليل من الكمون، هذا كمون راه بلدي. كنتمنى تعجبكم، الى عجبتكم ديروا جيم ونخرطوا في القناه ديالي وبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم ليوصلكم كل جديد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.